غناخذوا اول متصله واول شهواتنا غتكون مع هناء. السلام عليكم. عليكم السلام مدام. هناء لاباس عليك وشي مزيان؟ الله يطول عمرك الحياه ديالي. الله يخطيك. مرحبا، اش غتقدمي لنا اليوم؟ انا اول مره كنعيط، ديما كنتفرج انا في هذا البرنامج وكيعجبني بزاف. مرحبا، ومن فما تلقى بالسماء تولي تفرجي فينا في التلفازه ان شاء الله. وي كنسمع. مرحبا بك. مرحبا بك هناء. مرحبا بك. انا وسهلا. عندك شي شيء؟ عندي بيتزا فطور يعني، وما علاش كل ورده كبيره كيطيبوا في الطاجين بالحرشه. اييه. وعندي واحد اللحم كانت كديروا لنا ماما ديال الغنمي، ساهل بزاف وما فيه لا مقادير لا والو. وعندي واحد النصيحه لواحد السيده اللي قالت لك الصباح بغات كيفاش دير التفرجل. ايوا اها. طريقه وي لا لا بداي باش ما بغيتي هنا. نقول لها هاد النصيحه ديال التفرجل كما قالت لنا البارح هدى اليداري، هذيك هي الطريقه اللي كنديرو ديما. غير هو التفرجله كتقسم على اربعه وكتفلح جوج طريفات متساويين، ماشي بحال زائد ولا في. وكنكون عسلنا واحد سبعه ولا ثمانيه البرقوقات وكنقطعوهم طويولين دوك البرقوقات، وكان فاش كيتعسل ويساليهم بغاو نحطوه في الغطار كنعمرو شقات بالبرقوق الكحل. ايوا وكيجي مزيون في الحطه، فاش كيجيو الضيف كنفندلو غير الجنيبات ديالو في اللوز وكيبقاو دوك الشريطات بالنواغ وهما برقوق معسل. واخا فهمتيني يعني. واخا هنا ايه. وبالنسبه للبيتزا على شكل ورده غنعطيك العجينه 500 غرام ديال الصوص ارطب وربعه د المعالق كبار ديال الزيت. نعم. وربعه د المعالق كبار ديال الزبده دايبه ومعلقه كبيره السكر ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه خماره ومعلقه صغيره ديال الخميره العاديه شويه ديال الملح والحليب باش كنجمعوا العجينه يكون شويه دافي. حليب ولا ما؟ لا ديال الماء ولا الحليب اللي بغات. بالنسبه للصلصه يا اما الصلصه ديال البيتزا اللي كدير هي، ولكن الا بغات دير هذه سهله، ثلاثه د المعالق كبار ديال المطيشه مركزه الحك. وزيت العود والعطريه ديال البيتزا وكتخففهم شويه بالماء. زويته بلديه حيت كنرملوا العجينه كنخلطوها عاد بديك الخميره والحليبه وديك الشيء وكنخليوها ترتاح واحد شويه. من بعد كندلكوها بالمطلق ديال الحلوه وكناخذوا شي كويس الكاس اللي كنشربوا فيه الماء وكنديروا بيتزا صغيورين بديك لاصاط كندهنوهم كاملين بلاصوص حتى كنساليهم كاملين دوك الدواورات وكنديروا فيهم فخوماج ولا كفيته ولا ما كتثقبيهم ياك؟ لا بلا ما كيتثقبوا. ما كتثقبيهمش كنطبعو بالكاس؟ لا ما كيتثقبوش كندهنهم بلاصوص. كدير فيهم كفيته ولا الطون ولا الفخوما المهم داكشي اللي عندها في الدار. ايه. وكيتطواو على جوج ديك الدويره كنطويوها على بعضياتها. ايه. وكنجمعوها كنقرصوها من الجنيب. بحال الشوسون؟ بحال شكل لا ماشي اللي المهم كتكون في الاول بحال الشوسون، من بعد كنوليو نجمعوها عاود كنقرصوها من الجناب كنوليو نطويوها بحال على اربعه. وكنبقاو نصفو حيده بجنب وحيده ما كنلاصقوهمش بلاتي دابا هاي واخا الدائره كتجمعيها كتولي نصف دائره وكنوليو نطويو اييه وكنوليو نطويوها عاود على اربعه. وما تحلش لينا العجين والحشوه؟ لا ما كتحلش هي كنقرصوها من جنيه. اذا ما نديرش الحشوه بزاف. ما ديريش الحشوه بزاف باش ما يجيش ديك الشيء خارج عاوتاني. اها. والمهم كان باش ما بغيت غير شويه غنقولوا ماشي بزاف. ونطويها على زوج ونقرصهم من على الجنب ومن بعد نطويها على اربعه. وكندهنوا الطاجين ديال الحرشه. زويته ولا زبيده وكنبداو نصفو فيه المقله الثقيله. المقله الثقيله المقله الثقيله اللي كندير فيها الحرشه. ايه. كنصفو حيده حدا وحيده ما كنزحموهمش بزاف وما كنخليوش جوابيناتهم بزاف. كنصفوهم كاملين كل دوره بوحديتها دوره في قلب دوره في قلب دوره حتى كنوصلوا للوسط. وكنكونوا سخنا الفران
واحد شوية وكتخمر هي واحد ربع ساعة هكاك. كندهن لها وجهها بالبيض وكندخلها الفران. ايه وكتجي رطبه كتحمق وهشيشه من داخل في الشفشان ماشي مقصا ولا. نعم تبارك الله عليك هنا. الله يطول عمرك. باقي لي الحيمة اللي قلت لك. الحيمات ايه كناخذوا اللحم ديال اللي بغينا، المهم غنمي ولا المهم الاحسن الغنمي. كنصفو فوق كنديرو في الطنجره وكنديرو عليه مليحه والثومه. من بعد كنقطعوا البصلة على شكل شرائح وكنديروا قطيرة الماء ماشي تقريبا واحد نص كاس. صافي كنشحروا شوية من بعد كنزيدوا شي شوية ديال الماء وكنسدوا عليه في الكوكوط على عافية مهيلة. كتجي غير ديك البصيلة بيضة ما نديرو لا مولوي لا والو، هي ديك البصيلة بيضة معلكة وديك اللحيمة من بعد كنهزوها ندخلوها الفران تحمر وكنحطها فوق منها ديك البصيلة. اللحم ندخلو الفران يتحمر ونقدمو مع البصل. شحال ديال اللحم مثلا كديري؟ شحال ديال الثوم؟ بحال دابا جوج كيلو ولا ثلاثة ديال اللحم غادي ديري ثلاثة دريسات ديال الثومة ولا أربعة. واللحم ما كاينش الثومه بزاف بحال الدجاج. ثومه وبصله. البصل كديري نيت بزاف؟ البصله اللي بغيتي الضغميره بزاف كديري بزاف، بغيتي الضغميره ديك شي قليول كديري ثلاثه ولا جوج اللي بغينا يعني. هذه كتخضري بها؟ وي كتخضري بها هنا بحال كتخضري بها كديري لها بحال الشكل ديال الضغميره. نعم تبارك الله عليك. الله يطول لي عمرك. ممكن نقدم واحد التحيه؟ مرحبا. الله يطول عمرك. بغيت نقدم تحيه لخيتي خديجه كتسمعني دابا، والماما نزهه بن الصغير، والبابا احمد قادير، وخواتاتي ووليداتي بجوج جهاد وريتاج. الله يخليهم ليك هناء. شكرا ليك وشكرا على تواصلك معنا هناء. اتصلت بنا من فاس حسن، ثم يمكن لكم انكم تواصلوا معنا.